وعيشوا حضر وشريعوا امين. نيافة سيدي المطران جورج رياش المحترم، حضرات الآباء الكهنة الموقرين، الأخت ميرنا، أيها الأحباء، بذكرى اكتشاف صليب الرب يسوع المسيح، بذكرى الآلام التي عاناها ربنا من أجلنا جميعا، وبذكرى الدماء النازفة على صليب يسوع، تستقبل كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس الأخت ميرنا التي اختارها الرب إناء صالحا لكي يظهر فيها آياته ويبين معجزاته. وأيضا يصادف اليوم ذكرى 14 لتنصيب قداسة الحبر الأعظم مار غناطيوس زكا الأول بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم، الذي اهتم اهتماما شخصيا بحادثة الصوفانية ودقق وبحث شخصيا عن الموضوع منذ آب سنة 87 حتى سنة 1990، حيث قال كلمته التي أصبحت شهادة قوية بصدق هذه الحادثة المعجزة. صليب يسوع يذكرنا بآلام الرب يسوع المسيح، حيث قال: من لا يحمل صليبه ويأتي ورائي لا يستحق أن يكون لي تلميذا. كثيرون حملوا صليب يسوع المسيح، البعض كان صليبهم الشهادة، قدموا دماءهم من أجل ربهم يسوع، البعض كان صليبهم الضيقات التي عانوها من أجل المسيح، وأما ميرنا فكان صليبها يختلف تماما، لقد سارت في طريق الجلجلة وشاركت ربها بآلامه، حيث عاينا الدماء التي نزفت من جسمها علامات الألم التي تألمته وشاركت به ربها. نشكر الرب يسوع المسيح على صليبه ونمجده على آلامه، ونقدم له الشكر على هباته التي وهبها لنا وسيهبها لنا إلى الأبد. نشكر المسيح ونطلب منه البركات في كل لحظة، ونشكر جميع الآباء القادمين إلى هذه الكنيسة مع الأخت ميرنا، ونصلي جميعا، نصلي بحرارة مع بعضنا ومع الأخت ميرنا لكي يعطينا الرب بركاته. نصلي من أجل الوحدة المسيحية التي بشرت بها أمنا العذراء الأخت ميرنا فأصبحت رسالتها المقدسة. نصلي جميعا من أجل السلام في العالم، وأيضا نصلي جميعا من أجل المرضى الذين يطلبون الشفاء كما طلبتها الكنعانية وكما طلبها قائد المئة بإيمان صادق. ارفعوا قلوبكم وأيديكم للرب الذي يظهر معجزاته وآياته وإلى الأبد.
ونطلب منه نعمه وبركاته إلى أبد الأبدين. آمين.